يرافقها في جنوب افريقيا الذي يحرص على الاهتمام بشعر ومظهر اللاعبين. لبيب الحاج وصع صحيح علاش صحيح يقول لك دير هذه شويه 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 علاش زيد شويه علاش شويه زيد شويه يروح للشوبره يولي لق شويه انا نقص يروح للشوبره يولي لق شويه انا لبيب الحاج صعيب شكون ساهل؟ بوغرا ساهل لا ماجوريتي تاع لا ماجوريتي فيهم ساهل ساهل هاد لان كبيرة؟ ساهل 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 وضمن البرنامج الترفيهي الخاص باللاعبين عرض أفلام تحكي عن الجزائر وقصص الثورة يتابعونها في أوقات الراحة في قاعة العروض في الفندق. يا الجزائر حطوا عليها وراني حواير هو بنيت ولأن لكل بلد تقاليده وطقوسه الخاصة بالطعام ارتأت باثة الجزائر أن تصحب معها طباخ خاص بها يعرف أذواق اللاعبين بالطعام وما يحبونه وينسق عمله مع الجهاز الفني. مرحبا بكم الجزائر الرياضيه في المطعم تاع الفريق الوطني الجزائري استغلوا نوري لكم كيف باش نحضروا كل يوم الوجبات تاع الفريق الوطني هنا بنحضر يعني كل الوجبات تاع الفريق الوطني الكريل وين نحضر اللحوم والفرن وين هنا الفيلي داخل هذه الثلاجة ونحطوا يعني كل الخضار والفواكه يعني نحضرها هنا هذه كل هذه المائدات مخصصة لكل من هذه من الستاف ميديكال وهنا الستاف تكنيك وهنا الطاولة تاع الكوتش هذه كل انواع السلطات المحضره هذا الطبق المفضل تاع كريم زياني يحب كثير الفيلي وهذا السمك مخصص لمجد بوقرة يموت على السمك ما حبش يسمان يحب يبقى وهذا الدجاج بروشات تاع الدجاج هنا قمنا بحظة بإيتاء بعض التمر من الجزائر وهذه فقط من الفواكه وهذه سلطة الفواكه لي فخور اني احضر الوجبات للفريق الوطني واضع كل ما عندي من طاقة حتى يكون يعني اللاعبين والطاقم في كل راحة وياكلوا يعني كل الاطباق اللي يحبوها.